إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الكرياتين شو هو؟ والله بص، هو الكرياتين بشكل عام لو ليه نقدر مثلا نقول ده دي مادة بتتكون بشكل أساسي من ثلاث أحماض أمينية. مادة بتتكون بشكل أساسي من ثلاث أحماض أمينية. الأحماض دي يعني بتكون حوالي 1% من حجم الدم الكلي في الجسم.